المشاهدين، ونحب نرحب بضيوفنا النهارده احمد واحمد وجانا وعمر. ازيكم؟ تمام الحمد لله، منورينا النهارده. بدايه بقى الكلام، احنا طبعا انتوا عارفين ان البرنامج بتاعنا عندنا الفقره دي اسمها مواهب مصريه، واحنا بنشجع كل الاطفال عندنا والشباب عشان ايه؟ عشان هم برضو يعني يعملوا حاجه تفيدهم ويكونوا بيحبوها، بس في نفس الوقت ايه ما تاثرش على الدراسه بتاعتهم. فانا بعد ما تعرفنا بيكم احب بس اعرف، عمر انت في سنه كام؟ خد المايك يا عمر. تمام. موهبتك ايه اللي انت هتقدمها النهارده للساده المشاهدين؟ بتمثل. مين قدوتك بقى من الممثلين انت بتشوفهم في التلفزيون ونفسك تبقى زيهم؟ انت دخلت على الزعيم مره واحده يا عمر. احمد حلمي، احمد بوكي، بحب الناس دول. جميل جميل. جنى سنه كام يا جنى؟ جميل يا جنى. موهبتك ايه معانا النهارده؟ تمثيل. برضو ده احنا النهارده يعني يوم اكتشاف الممثلين النهارده العالمي يعني. بتحبي مين بقى من الممثلات اللي انت نفسك تطلعي زيهم؟ دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم كده يعني. طب هسألك بقى، بما انك انت اتكلمت عن دنيا سمير غانم، تقدري تقولي ايه اكتر ميزه عند دنيا سمير غانم؟ هي مشهوره بايه؟ يعني بتغني وبتمثل وبتعمل حاجات كوميدي وتراجيدي وبتعمل حاجات كتيره جدا، صح؟ يعني انت مش شايفه ان هي جامعه بتغني كويس جدا وصوتها جميل جدا، وفي نفس الوقت بتمثل دمها خفيف، بتقدم حاجات في الكوميديا. فنانه شامله. فعشان كده انت اخترتي يعني مهارة التمثيل اللي عندها. جميل جدا. ان شاء الله ربنا يشجعكوا يا جنى على التمثيل. بابا وماما. بابا اكتر ولا ماما اكتر؟ لا هما الاثنين واحد. نراضي الاثنين. طيب ومعانا بقى كابتن احمد. يلا. سنه كام يا احمد؟ برايمري فور. برايمري فور، برافو يا احمد. عامل ايه في الدراسه؟ مستواك عامل ايه؟ كويس. طب انت جاي تعمل لنا ايه النهارده؟ ايه الموهبه اللي عندك كده؟ جاي تلعب كاراتيه ولا جاي تعمل ايه بالظبط يا احمد؟ لا جايين نمثل وجايين نغني. تمثل وتغني بس؟ ده انا سمعت انك متعلق كمان تعليق رياضي. تعليق رياضي. انت نسيت ولا ايه؟ ده انا عندي المعلومه دي بقالي يومين يا احمد. انت مكلمني وقايل لي عليها. طيب اهلا بك يا احمد، واحنا يعني زي ما سالنا بقى جنى، مين بيشجعك على انك انت تنمي الموهبه دي اكتر؟ قول بصراحه. ليه بصراحه؟ جنى؟ هي اللي عودتني على التمثيل اصلا. جميل جدا يا جنى. طب وبابا دوره ايه؟ ليه؟ بابا دوره ايه؟ قول الصراحه، هو مش معانا بابا. لا هو بصراحه جنى والله. برضه؟ طب مين مثلك الاعلى يا احمد؟ في مين؟ في التعليق الرياضي. قدوتك بقى نفسك تكون زي مين؟ قدوتك في التعليق الرياضي. كابتن احمد شوبير. ايمن الكاشف. تمام. هو بس. طيب كفاية. نتعرف على احمد. احمد. احمد انت موهبتك ايه النهارده تقدمها للساده المشاهدين؟ الغنى. طيب نبدا بقى زي المشاهدين، نبدا معانا باحمد والاغنيه اللي نسمعها. سمعنا ايه النهارده يا احمد؟ حياه الروح. ماشي، نبدا بقى كده بنسمع حياه الروح مع احمد. يا حياه الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا هرتاح، راح تنساني وتهون وتلاقيني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي، انا عمري ما نسيتك، انا ما صدقت لقيت، وبتسأل لو حبيتك وانا داي فيك، جايب لك قلبي وداي روحي وناسي الحبايب وبعمري شريك. يا حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا ارتاح، راح تنساني وتهون وتلاقيني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي، هات ايدك تحضن ايدي وحبك جوا وريدي، قربت اقول يا سيدي راح اموت وارتاح، انا قلبي بيفهم عنك جربت اشتكي منك، انا قلبي هواك
أنا منك وأنت مني وحياتي معاك. برافو 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 سقف يا أحمد، برافو يا أحمد، صوتك جميل يا أحمد والله يعني. أنت أول مرة تغني في وتطلع على الفضاء؟ أول مرة حقيقة. بس أنا كنت مثلا كنت أنا في المايك أنا كنت أنا وصحابي كان ليا صاحب اسمه عبده مزيكا بس الله يرحمه الله يرحمه مات، فأنا كنت هو كنا بنغني مع بعض، فكان هو برضه بيغني زي برضه رومانسي كده. وأول لما اكتشفني كنت بغني مثلا في البيت عندنا، لقيت والدتي مثلا بتقول لي أحمد أنت بتغني أنت صوتك حلو، وبرضه الفضل برضه ماما اللي شجعتني وخلتني أعرف أغني. بتغني من عمر كام يا أحمد؟ يعني من 11 سنة. تمام ما شاء الله صوتك جميل ربنا يخليك. بس هو ده يا احمد دورنا ان احنا بجد والله بنحاول في البرنامج بتاعنا ان احنا نشوف المواهب اللي هي محدش مسلط عليها الضوء، زي احمد وزي احمد وجانا وعمر وكتير من الناس اللي بيجينا وتتواصل معانا. لا احنا بنحتضن اي موهبه، اي موهبه بتتواصل معانا احنا بنحتضنها وبنحاول نوصل هذه الموهبه لكل الساده المشاهدين، يمكن ربنا يكرم وتطلع منهم نوابغ فنيه جميله ان شاء الله. ان شاء الله. ندي بقى المايك لكابتن احمد، وعايزين بقى يا احمد تعمل لنا بقى مشهد تعليق رياضي جامد جدا يكسر الدنيا. ان شاء الله. ابدا يا احمد. نفس يلعب لفران يلعب لمارسيلو، مارسيلو يبدا الهجمه من نص الملعب، يلعب لهازارد، هازارد يوسع لبنزيما، بنزيما يلعب كعب جميل لهازارد، هازارد يشوت في العارضه ترتد الى بنزيما، بنزيما يشوت جول 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 جول، حطها في الشباك، رزعها، فولعوها، شعللوها. ما هذا ما هذا يا جماهير يا جماهير يا كبار كبار ريال مدريد. برافو 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 يا احمد، حاجه جميله جدا والله يا احمد. شكرا جميل ودخلتنا في المود يا احمد كده كاننا في ماتش. قول لي يا احمد خدوتك تعرف مين المعلقين الرياضيين بقى في مصر او بره مصر او من الدول العربيه؟ ايمن الكاشف. تمام. كابتن احمد شوبير. تمام. وبس انا اعرفهم في مصر. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. عشان كده. طيب ندي بقى المايك لجنى، تقدمي لنا ايه النهارده يا جنى؟ همثل مشهد دنيا سمير غانم في مسلسل لا لاند. هتعملي المشهد لوحدك ولا هتشاركي احمد او عمر معاكي؟ لا هو مشهد فردي. طيب ممكن تفضلي كده وخلي وشك للكاميرا واعملي لنا المشهد ده. اتفضلي. خلي المايك معاكي عادي، ممكن لو محتاجه المايك خليه في ايدك عادي. طيب. ما تلموني في النخلة وتجلدوني، أعمل إيه في نفسي عشان أريحكم؟ أولع في روحي؟ ده مفيش جاز عشان أولع في نفسي، حرام عليكم، صدقوني أنا مقتلتهوش. برافو 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 برافو. شاطرة يا جنى. جميل. كابتن عمر، إيه الأخبار؟ الحمد لله. إيه هنعمل إيه بقى النهاردة؟ تقدم لنا إيه؟ في مشهد مع أحمد وجنى. طيب حط المايك هنا وتفضلوا كده نعملنا المشهد برضو كده. مشهد بقى سلاسي. احمد رشان. لا مفيش ثلاثي، واحد انا مثلا وجانا كده انا. خلاص قوم. طيب انت تمام واحمد ماشي. مثلا قوم انت واحمد. يلا اتفضلوا. حسن وبقلص. حسن وبقلص. يلا عايزين نشوف حسن وبقلص بقى، وخليكم هنا قربوا كده شويه وخلوا وشكم للكاميرا. جميل جدا. ايوه كده مظبوط. يلا. طب انا طريقي كده، خد الغزايه دي هتقطعها ولا هشوف هتعمل فيها ايه؟ ده بتنرفز عليا يا بتنرفز عليا عشان يتيم. بتنرفز عليك بتنرفز عليك عشان يتيمك، مني عليا ابويا وامي مالين عليا البيت. انت بتتحداني يا ابويا؟ هتحداك واتحدى اي حد، اوعى واتحدى سيلفستر استلوني. طب ايه رايك بقى اللي انا هتجوزها؟ انا هتجوزها عندي فيك، هتجوزها وهي جدتها الخرصه. يا سلام. جميل جميل. بس انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، انتوا لازم بجد تحاولوا تنموا الموهبه دي، يعني تحاولوا مثلا برضو ان كنتوا تشتركوا مثلا في فرق تمثيل في المدرسه. عندكم الكلام ده موجود في المدرسه ولا لا؟ مفيش مسرح ومفيش في دار قصور الثقافه اللي موجوده في المنطقه؟ يعني مثلا في مدرستي انا مثلا سيك المايك.
بيبقى في مثلا في حفلات عيد الام وكده بيعملوا كذا فقره، فقره غنى وفقره تمثيل وفي كذا فقره وكده. تمام. بس تطلعي في الحفلات دي تغني يعني؟ اه اكيد. جميل جميل. بس لازم تروحوا اكاديميه يا جنى تتدربوا عشان تبقوا مؤهلين اكتر، عشان انتوا ما شاء الله يعني موهبتكم جميله وزهره، فلازم تنموها اكتر عشان ما يعني ما تروحش. ان شاء الله ان شاء الله. روحي انت بقى انت وعمر المشهد اللي انتوا هتعملوه. هو المشهد من فيلم عسل اسود. تمام. اللي هي لإيمي سمير غانم. طيب ممكن تخلي المايك معاكم لو حابين او تحطوه هنا وتتفضل. ده مشهد من فيلم عسل اسود. تمام كده؟ يلا وروا للساده المشاهدين كده لموهبتكم. Thank you very much. Thank you very much. هي هي اسكيوز مي، اسمها فيري مش فيري. وانت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس ايه؟ قشة. طب خليني الاول بس فيري. انت مين؟ انا المصري. وما انت مصري عامل في عامل فيها الانفورم وكده. ثانك يو فيري ماتش. اكين يا ولاد؟ اكين؟ لا ده انا لازم اجيلك بقى. برضه حضرتك ما قلتليش انت مين؟ انا انت مين عشان تقتحم عليا الكلاس؟ انت مين عشان تقتحم عليا الكلاس؟ كلاس ايه يعني؟ ده كلاس وده كلاس وده كلاس كلهم على بعض كلاسات. انت بتعلمي غلط. لا بعلم صح. كو بره بره. برافو عليك. برافو برافو. احمد بيسقف لكم اهو، بيشجعكم زي ما هي جنى بتشجعك وبتعلمك، انت كمان بتشجعها. نسمع بقى احمد في اغنيه تانية كده تقدمها للساده المشاهدين. صوتك الجميل ده يا احمد. هتغني لنا ايه؟ هغني لكم كده قلبي الاستاذ شيرين. اتفضل يا طب. جميل. كده يا قلبي حته مني، يا كل حاجه حلوه فيا كده كده، هتمشي وتسيبني وحدي في الحياه والدنيا دي. يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش همسك، مش هحكي لك عن حاجة تعبان. يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش همسك، مش هحكي لك عن حاجة تعبان. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضلي منك لغير حب الجروح. مع السلامة يا حبيبي وفي امان، عمري ما انسى لو طالبي يا الزمان. عمري ما انساك مهما طال بيا الزمان. برافو والله يا احمد، صوتك جميل جدا. صوتك جميل جدا يا احمد والله ما شاء الله. طب يا احمد انت بالنسبه للاغاني القديمه، ام كلثوم وعبد الحليم ومحمد فوزي، الناس دي اخبارك معاها ايه؟ يعني حافظ لهم حاجه ولا انت دايما باصص للجيل بقى الجديد اللي انت وعيت عليه وشفته وخلاص؟ يعني كلمنا كده لو انت حافظ حاجه او فاكر حاجه. هو انا كنت برضه بسمع اغنيه ام كلثوم اللي هي حبيبي. تمام. الف ليله وليله. جميل. مش حافظ منها حاجه؟ يعني حافظها لو حاجه بسيطه. اصل انا احمد بص بصراحه يعني حاسس كده ان صوتك مع الاغاني القديمه هيدي جامد قوي بصراحه، يعني لانه في رقي كده وفي يعني صوتك عذب في الاغاني الجديده، فما بالك بقى في القديمه، فهيبقى راقي جدا يعني. فسمعنا حاجة كده لأم كلثوم. أنا حاسة في شوية من منير، مش عارفة ليه، أنا حاسة في قفل. لا والله يعني أنا بصراحة حاسس إن هو غني أغاني قديمة
واحنا هنشوف دلوقتي واتحداك يعني. صوته جميل جدا وهيبقى في الاغاني القديمه. منير برضو مش من الناس الجداد يعني. لا من الجداد لسه. لسه فنان الملك لسه طبعا لسه في يعني من الجيل الحالي يعني الناس اللي, مش... اللي احنا بنتكلم يعني عن الناس بقى الجديد. احنا ماشي. عايزين احمد برضو نقدر نطلع الموهبه بتاعته كلها النهارده يعني. تمام. فدينا بقى اغنيه كده لام كلثوم. تمام ماشي. يا حبيبي يا 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 حبيبي الليل والسما ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى والهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهوى ويقول بالها يا حبيبي يا يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة دي ليلة حب حلوة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة لكل العمر هو العمر فيه غير ليلة زي الليلة زي الليلة ليلة زي الليلة. برافو ده رهاني معاك يا إلاء. بصي يعني انا بقول لك الصوت مع الاغاني القديمه كمان جميل جدا. ما شاء الله ظهر اكتر كمان ما شاء الله. برافو يا احمد احنا طبعا بنحييك وصوتك جميل جدا وان شاء الله باذن الله يعني تواصلك معانا هيخلي ليك تواجد في السوشيال ميديا ويعني والقنوات الفضائيه تشوفك والمشاهدين يشوفوك عشان احنا بجد احنا نفسنا ان كل واحد فيكم عنده موهبه ربنا يكرمه ويلاقي فرصه كويسه ان حد يحفزه ليها ويلاقي مكان ليه سواء كان في الغنى في التمثيل في الرسم في اي موهبه. فاحنا بنحييك جدا يا احمد صوتك جميل جدا. ولازم يا احمد تطور من نفسك اكتر وتدرس عشان تبقى فاهم اللي انت بتقوله ايه والطبقات والكلام ده عشان تطور من نفسك اكتر لان انت طبعا. ما شاء الله صوتك جميل وطبقات صوتك جميله بس لازم تكون دارس. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يوفقك يا رب. كابتن بقى عمر واخباركم في حاجه عايزين تقدموها تاني النهارده؟ احمد كان بيقول ان هو بيغني تقريبا. احمد مش انت كنت بتقول ان انت بتغني؟ طب سمعونا حاجه كده. ماشي طب يلا ادونا كده سمعونا حاجه كده. برافو احمد النهارده عمل كل حاجه غنى ومثل وعلق معلق رياضي وشغال بس فنان غني ميت وداع برضه. هتعمل ايه يا احمد دلوقتي؟ احنا الاثنين هنعمل ميت وداع 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 وداع. طيب يلا ماشي يلا بص للكاميرا ممكن تخلي المايك في ايدك عادي مفيش مشكله ولا هتنا خلي كده المايك في ايدك طول معاكم كده عشان يجيب صوتك. يلا اتفضل. وداع يا دنيا وداع انا اللي باع وما كملش الحياة لو بيك او من غيرك ده تمشي سلام يا حب سلام ما عادش غرام ما فيش راحة لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة بس خلاص خلاص كده تمام. ايه الاغاني السريعة دي؟ لا جميل جدا جميل جدا يا كابتن احمد بسم الله ما شاء الله عليك بقى يعني انت كده بتغني ومعلق رياضي وكمان بتمثل طب مش ناوي بقى ايه اخبارك ايه في الرياضه؟
بتلعب كاراتيه؟ في اكاديمي النادي الاهلي. بتروح النادي بتتمارس ايه الرياضه اللي انت بتمارسها؟ كوره. كره قدم. جميل جدا. أوه. بتلعب بقى ايه بقى، باك شمال ولا باك رايت؟ هجوم. 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 اه بقى زي مين بقى؟ صغنن قوي على ان هو يبقى هجوم. طيب برافو كده، احنا بنشجعك يا احمد كده، وربنا يا رب يوفقك يا حبيبي كده وتبقى. بس انت دلوقتي عملت ثلاث مواهب، نفسك تطلع ايه او نفسك تحقق ايه من المواهب اللي انت معلق رياضي؟ اكون زي كريستيانو. اكون زي كريستيانو لاعب كوره. يعني طيب ده انت غيرت المهنه خالص يعني. يلا ربنا يوفقك. وانت يا جانا بقى نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع ممثله زي دنيا سمير غانم اكيد. ربنا يكرمك كده، وحاولي زي ما قلت لك كده اشتغلي على الموهبه بتاعتك بتحفيز من بابا ومن ماما ان شاء الله. كويس جدا، وخلي بالك من احمد عشان هو شكلك انت اللي بتشجعيه زي ما هو قال لي، مش بابا ولا ماما خالص، فخلي بالك منه وشجعيه لان هو موهوب بالفعل يعني ان شاء الله. عمر نفسك تبقى ايه يا عمر بقى؟ لاعب كوره. لاعب كوره برضو؟ انت جاي بتمثل ونفسك تلعب تطلع لاعب كوره؟ زي مين بقى يا عمر نفسك تطلع تبقى زي مين؟ اي رايت وينج، مش حد معين، ممكن صراحه طبعا. طبعا احنا طبعا بنحيك يا عمر وملك برضو يعني. طب بتلعب في مشترك في نوادي بتمارس رياضه بتلعب ايه؟ بلعب كوره. تمام تمام، شكرا ليك يا عمر، وانتم بصراحه يعني احنا فخورين بيكم، ويعني ربنا معاكم ونتمنى لكم كل التوفيق. بس مع كل ده اهم حاجه انصحكم بيها ان كنتوا تهتموا بالدراسه بتاعتكم الاساس بجد، الدراسه بتاعتنا نهتم بيها، وكل المواهب اللي عندنا دي ما يبقاش في اي مشكله ان احنا نشتغل عليها ونحاول ان احنا ننميها ونحاول ان احنا نعمل كل حاجه ان احنا نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. بس اهم حاجه الدراسه، لان الفن بدون علم ملوش قيمه، الاعلام بدون ثقافه ملوش قيمه، الطرب من غير ثقافه ومن غير علم ومن غير معرفه ملهمش اي قيمه. فدي رسالتنا ليكم، ان كنتوا تحاولوا بقدر الامكان تهتموا كلكم بدراستكم، وفي نفس الوقت بتحاولوا بقدر الامكان كنتوا من وقت للتاني بتنموا الموهبه اللي عندكم، تشتركوا بقى في حفلات وتشتركوا في كورالات وتشتركوا في قصور الثقافه والكلام ده كله. نتمنى لكم التوفيق. حابه تقولي حاجه للاراء يا الضيوف؟ احنا بنشكركم طبعا على تواجدكم معانا ونورتنا وشرفتنا، وان شاء الله تبقى حاجه في المجتمع وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه. تمام. وبكده يعني اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا حضراتكم الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها لكل الساده المشاهدين، ان احنا بنشتغل على التنميه واكتشاف المواهب وتحفيز الاطفال في كل المواهب الفنيه او الرياضيه، ثقافيه علميه ابتكار، كل ده عشان يبقى عندنا نشأ جديد موهوب يحاول من وقت للتاني يبقى فيه ابداع على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاسره وعلى مستوى البيئه اللي هو عايش فيها. بنشكركم لحسن المتابعه، وبشكر زميلتي آلاء رمضان على وجودها معايا في حلقه النهارده، ودمتم على خير، وان شاء الله نتلقاكم في حلقه قادمه من عيون مصريه وفقره مواهب مصريه.